السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مرة ثانية في قناتكم سائق الرافعة المغربي. علاش مغربي؟ حيت كنشرح أغلبية بالدارجة، مبغيت زعما نحاول أنا ندير باللغة العربية. غادي ندير لكم واحد الشرح خفيف على هاد المانيطة هادي اللي كنت وعدتكم بلي غادي نقول لكم على المانيطة لي توش. كما كتشوفوا قدامكم هي عبارة عن لي توش بالكابل، هذه بالكابل، يعني كاينه بحالها حتى هي تحكم عن بعد بدون كابل. كيكون الراديو عندها مبرونشي في الطابلو اللي الفوق، هذه كتبرونشا ديريكت بالكابل اللي كيطلع انتم كما كتشوفوا. غادي نشرح لكم باش ما نطولش عليكم. عندكم هذه هي الاريد ديالها، يعني ملي كتطلق لها الضوء باش كدورها كتوقف الضوء. هاي هادي فران ديال الريح، يعني انك فاش كتبغي تثبتها او فران امان ديالها، يعني انما الا كانت الريح شويه مجهد يعني انه كيحركها يمين وشمال، ممكن انك كتفرانيها بهادي. هذا هو فران ديال الريح، فران ديال الريح. نبدا لكم من هنا باش تفهموا مزيان. منين كنشعلوها كنعطيوها الضوء، كنكليكيو على هادي، هاي كتعطينا بلي راه هذا صونات، هذا الطلوع، هذا الهبوط، هذا الدور على اليمين، هذا الدور على اليسار، هذا كنت في الشاروبيل قدام، هذا الشاريو كيرجع للور، هادي الدوزيام وهادي الطروازيام. كيفاش كنخدمو هاد الدوزيام وهاد الطروازيام؟ يعني أننا فاش كنكونو مكليكيين على الطلوع اللي هو هذا، كنبقاو باركين عليه، أون فوا كنبرك على الدوزيام وكنرخي وكنبقى شاد في الطلوع، كيعطيني دوزيام أوتوماتيكمون. كذلك الطروازيام كنحيد يد ديالو، يعني كنبقى مكليكي على الطلوع، دوزيام، دوزيام اللي هو هذا، إذا بغيت نطلع طروازيام كنكليك على هذا ويدي إلى طلع. كذلك الهبوط نفس الشيء. هذا الشيء اللي كاين، هذه بالنسبة لهاد المانيطة ديال الكابل لي توش. كما كتلاحظوا ها الصونيط، هذه ستار ديالها، هذه يعني كتعطيها الأوردر بلي خدامة. يلا شكرا على المتابعة ديالكم، ودعمونا بلايك وتابونوا معنا. ان شاء الله غادي يكون جديد، وغادي نديروا لومبانات، وغادي نحاولوا نتعمقوا في هذا المجال هذا بالنسبه للناس اللي مهتمين او الناس المبتدئين واللي بغاو يتعلموا هذا المجال هذا. ومرحبا بكم في القناة ديالكم.